السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج تفاءل وتفاعل. أعزائي مشاهدينا الكرام، تحية خاصة مني أنا ومن إدارة البرنامج أو من طاقم البرنامج لكم مشاهدينا متابعي قناة عدن الفضائية سواء في الداخل أو في الخارج. أعزائنا مشاهدينا الكرام، نحب نشرح لكم أنه وصلتنا رسائل كثيرة للمشاركة في البرنامج، وإن شاء الله اليوم سيتم اختيار المشاهدين اللي راح يشاركوا معنا في المسابقة. آلية البرنامج أو آلية المسابقة هي كالتالي: معنا سؤالين، سؤال التفاؤل اللي هو النقاش، ومعنا سؤال التفاعل اللي هو سؤال وفيه ثلاث إجابات، واللي يجاوب الإجابة الصحيحة راح يدخل معانا على السحب. أما سؤال التفاؤل اللي راح يدخل معانا في سؤال التفاؤل على طول مباشرة، إذا جاوب بطريقة إيجابية وطريقة فيها تفاؤل وفيها أفكار يعني خلاقة وأفكار جديدة، على طول مباشرة يدخل معانا على السحب. أعزائي مشاهدي الكرام، نحب نذكركم بأن الجائزة هي عبارة عن 50,000 ريال، 30,000 ريال تروح للمركز الأول و 20,000 تروح للمركز الثاني. طبعاً أعزائي مشاهدي الكرام، الجائزة مقدمة من شركة العيسي التجارية، وكذلك هي مقدمة من قناة عدن الفضائية. ومعنا أول متصل أعزائي مشاهدي الكرام، عاصم قائد من محافظة الضالع. ألو، السلام عليكم. أيوه، حياك الله يا عاصم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الأحوال؟ الله يحييك. وكيف رمضان معاك؟ الحمد لله تمام. طيب كلمنا. طيب والله تمام. يعني كيف الأجواء عندكم في الضالع؟ والله الأجواء يعني في مشاكل، إن شاء الله يعني تمام. لا لا ما تقلقش، الرجال موجودين والمشاكل سوف تنتهي تماما إن شاء الله، وسيتم دحر الانقلابيين إلى يعني أوكارهم وإلى كهوفهم في مران بإذن الله تعالى. يلا اختار، تفاعل أم تفاعل؟ تفاعل والله. تفاعل، إذا ننتقل للسؤال ونشوف إذا بتجاوب الإجابة الصحيحة إن شاء الله. السؤال يقول: ما اسم صاحبة هذه الصورة الظاهرة أمامك في الشاشة؟ هل هي الأستاذة نجوى مكاوي، أم فوزية محمد جعفر، أم أمل كعدن؟ أمل كعدن. طيب لحظة، يعني خليني أعد لك، ركز معايا وشوف الصورة، ركز كذا على الصورة. انت تعرف أمل كعدن، ركز على الصورة وانا بعد لك السؤال مع الاجابات، وركز في يعني اجاباتي، احنا نشيل الكل يفوز. ما اسم صاحبة هذه الصورة؟ هل هي الاستاذة نجوى مكاوي، ام فوزية محمد جعفر، ام أمل كعدن؟ نجوى مكاوي. نثبت على نجوى مكاوي. نثبت. اذا اعزائنا المشاهدين الكرام، نثبت إذا أنه ثبت على نجوى مكاوي، وإن شاء الله يكون من المحظوظين ويدخل معانا السحب بمشيئة الله تعالى. طبعا المرأة لها دور عظيم في النضال منذ الأزل، في 14 أكتوبر كان لها دور بطولي كبير جدا أعزائي مشاهدي الكرام في تحرير الوطن من الغزو البريطاني في تلك الفترة، وكانت مشاركة الرجل في الملاحم سواء بحمل السلاح أو بالوقوف مع الرجل في يعني كل الجبهات، سواء في العلاج أو إيواء الأبطال في تلك الفترة. لها أدوار عظيمة سوف نشرحها لاحقا، ونكمل معكم أعزائي مشاهدي الكرام ونشوف مين اللي راح يكونوا محظوظين اليوم ويدخلوا معانا السحب ويفوزوا بالجوائز اللي هي 50,000 ريال، 30,000 ريال، وعشرين ألف ريال. أعزائي مشاهدي الكرام، رمضان فرصة عظيمة استغلوها، ولا يمرش رمضان كذا مرور الكرام، ضروري الكل يكون
يعني مستغل لهذه الأيام العظيمة. ومعانا اتصال أعزائي المشاهدين الكرام، بركة عياش من عدن. يا أخت بركة السلام عليكم. السلام عليكم. كيف السلام حالك؟ ورحمة الله وبركاته. من محافظة عدن. الحمد لله تمام، رمضان مبارك. اليوم أخيرا يعني نعم. محافظة عدن بدأت بالدخول معنا في البرنامج، كنا نشكي في الثلاث الأيام الماضية إنه محافظة عدن مش موجودة. من أول يوم رمضان نحاول إنه نتصل يعني. هو المشكلة في الكمبيوتر مش يعني في هو اللي يختار المتصلين. يلا اختاري تفاءل أم تفاعل؟ نقول تفاؤل. ما شاء الله يعني بتقوي قلبك وتدخلي سؤال التفاؤل، يعني هذه حاجة كويسة. على بركة طيب. الله ما شاء الله. يلا نبدأ السؤال، يقول يعد الغش من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع والتي تتسبب بحرمان الآخرين من حق أو منفعة عن عمد بطرق وأساليب احتيالية. السؤال يقول كيف نوعي أبناءنا بخطورة الغش وتأثيره على المجتمع؟ معاك دقيقة تفضلي. أولا نوعي أبناءنا بخطورة الغش وتأثيره على المجتمع. نعم. من ناحية أنه لابد على المجتمع أن يكونوا واضحين، يعني بمعنى أكثر أنهم يتجنبوا أمور الرشاوى وأمور حاجات زي كذا، بحيث أنه يكون أمورهم واضحة. نعم. متعاملهم يعني، وكذلك يبعدوا عن أمور الذي يقولوا المحيلة أو الاحتيال يعني حاجات زي كذا، ويتعتبر نوع من أنواع الغش. نعم. في المجتمع. نعم. ويعني لو بنتحدث على الغش أمور كثير وأخطار كثير، بس غش في المدارس وغش في الغش التجاري، هناك أنواع كثيرة. تكلم يعني معاكي في المدارس هي أنواع كثير. أيوة أنواع كثير بالغش، الغش بالمدارس والغش بالأموال العامة والغش المجتمع والغش أنواع، يعني من ناحية المدارس يعني أنه يعني. إذن نشكر الأخت بركة عياش على مشاركتها وتقوية قلبها في الدخول يعني معنا في سؤال التفاؤل، وكانت إجاباتها كويسة. وعلى ضوء إجابة بركة بتنتقل معنا مباشرة إلى السحب، وإن شاء الله تكون كمان من الفائزين بمشيئة الله تعالى. إذن موضوع التفاؤل أعزائي المشاهدين الكرام عن الغش بكل أنواعه، وكيف نوعي مجتمعنا بمحاربة هذه الظاهرة التي يعني في البداية تكون غش وفي النهاية تنتهي بموت ودمار وفشل ذريع. يعني أحدى القصص المضحكة أو الطرف المضحكة أنه الدكاترة في جامعة ركبوا طائرة، وعند إقلاعها أخبر القائد الطيارة الأساتذة الذين في الطائرة بأن من صنع هذه الطائرة هم طلابكم. فتخيلوا جميع الأساتذة اضطربوا تمام، إلا أستاذ واحد كان جالس بهدوء ولم يضطرب. فسألوهم ما لكم؟ قالوا إحنا يعني هم عارفين إنه أغلب طلابهم كانوا غشاشين يعني، فعشان كده اضطربوا وخافوا لأنه الطائرة بطيح فيهم. فلما سألوا هذا الهادئ قالوا له وانت ليش يعني ما خفت زي بقية الأساتذة؟ قال لو أقلعت الطائرة أقطع يدي. الرجال واثق كل الثقة من يعني الطلاب، لأنهم يعني تخيلوا في الأخير هذا الطالب يعني يكون غشاش، تخيلوا كارثة بعدين لما يكبر. وراح نكمل الموضوع معاكم، ومعانا اتصال أعزائي المشاهدين الكرام بسام عبده من تعز. حياك الله يا بسام. الله يحييك ويبقيك، مبارك عليكم الشهر إن شاء الله. كيف الأجواء معاكم؟ الأجواء الحمد لله تمام. ورمضان كيف في اليوم الرابع؟ أنتوا اليوم الرابع كيف؟ الحمد لله رب العالمين. واليوم تعز فيها أمطار خير إن شاء الله. ما شاء الله. إذن معلومة جديدة أنه هذه الأيام مدينة تعز فيها أمطار خير وبركة إن شاء الله تعم عليكم، وإن شاء الله جميع محافظات الله. الجمهورية ربنا ينعم عليها بالأمطار وبالسيول ويغاث الناس بمشيئة الله تعالى. يلا اختار تفاؤل أم تفاعل؟ اختار السؤال. السؤال تفاعل. إذن ننتقل إلى السؤال ونشوف السامي إذا جاوب الإجابة الصحيحة.
ركز معايا يعني يا بسام على الصورة، ما اسم صاحبة هذه الصورة؟ هل هي الأستاذة نجوى مكاوي؟ نجوى مكاوي. نثبت على نجوى مكاوي؟ نعم نجوى مكاوي أحد ثوار ثورة 14 أكتوبر. إذا بسام عبدو يثبت على نجوى مكاوي، وإن شاء الله هو يقول إن أحد الأبطال يعني في ثورة 14 من أكتوبر، نتمنى إنه الإجابة تكون صحيحة. إذا أعزائي المشاهدين الكرام، نعود إلى دور المرأة في 14 من أكتوبر. اشترحت المرأة بطولات عظيمة في الملحمة البطولية التي خطها أبطال الكفاح المسلح في صفحات تاريخ ثورة 14 من أكتوبر المجيد، والتي تفجرت من جبال ردفان الشماء. وبهذه المناسبة نتحدث عن الدور الكبير للمرأة اليمنية في مقارعة الحكم الكهنوتي والاستعمار. فالمرأة شاركت في الكفاح المسلح في الريف والمدينة، سواء من خلال انضمامها إلى بعض الفصائل والتنظيمات المنخرطة في حرب التحرير، أو مشاركتها من خارج تلك التنظيمات. وحسب وثائق أرشيف حرب التحرير، فإن أعداد كبيرة من النساء التحقن في الكفاح ضد المستعمر البريطاني سرا من خلال موقعهن في جمعية المرأة العربية. وعند الإعلان عن قيام ثورة أكتوبر عام 1963 وإعلان الكفاح المسلح ضد المستعمر حتى نيل الاستقلال، نشأت التنظيمات السياسية والفصائل المسلحة للقيام بهذه المهمة وقيادة الكفاح المسلح والعمل الفدائي. فمثل ذلك نقطة تحول كبيرة في مسيرة نضال الشعب اليمني وتحرره. إذن أعزائي المشاهدين الكرام، معانا اتصال زهرة علي من ذمار، محافظة ذمار، دخلت معانا اليوم لأول مرة منذ بدء البرنامج. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت زهرة تختاري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت زهرة، كيف أجواء رمضان عندكم في محافظة ذمار؟ الحمد لله، نشكر الله على فضله. عندكم طبخات مميزة؟ نشكر الله على فضله. في ذمار هل هناك طبخات في رمضان مميزة يعني نشي السادة المشاهدين يعرفوا؟ هل السلطة والخبز ما فيش كذا أكلات مميزة في ذمار؟ طيب يلا اختاري تفاعل الأكلات الحديثة. لأن الصوت يوصل متأخر أعتقد، لكن اختاري تفاعل أم تفاعل؟ السؤال. إذا ننتقل للسؤال أعزائي المشاهدين. تفاعل. إذا ننتقل ونشوف إنك بتجاوب يا سارة إجابة صحيحة أم لا. ما اسم صاحبة هذه الصورة؟ هل هي الأستاذة نجوى مكاوي؟ بالتأكيد نجوى مكاوي. فوزية محمد جعفر أمام نجوى مكاوي. نثبت على نجوى مكاوي؟ أكيد إذا متأكدة زهرة من الإجابة، وإن شاء الله تكون هي الإجابة الصحيحة. ونحن يعني نحاول بقدر المستطاع أن احنا نساعدكم، ونحاول يعني أنه ما نجيبش أسئلة صعبة، دائما أسئلتنا سهلة جدا. الغرض من المسابقة بشكل عام هو الفائدة. يعني في الأول والأخير الاتصالات يعني هي ليست محسوبة للمشاهدين خارج الوطن، هي فقط للمشاهدين داخل الوطن والمتضررين من الحرب يعني، والذين يستحقون فعلا هذه الجائزة ولو كانت قليلة، ولكن لها تأثير كبير عند الكثير، لأنه في الأول والأخير هدف البرنامج هو إمتاع المشاهدين بمعلومات قيمة عن طريق المواضيع التي نطرحها في البرنامج، وكذلك عن طريق فائدة الفائزين يستفيدوا من الجائزة ويفرحوا أو تفك عليهم زنقة إذا كان في يعني فائزين مستحقين. إذا أعزائي المشاهدين الكرام، نتكلم عن الغش بخصوص تفاؤل سؤال التفاؤل اللي هو الغش. هناك أنواع عديدة من الغش، هناك الغش الكارثي اللي هو الغش في المدارس، طبعا هذا يعتبر الكارثي وراح نتكلم عليه. لكن بعد هذا الاتصال معانا محمد أحمد من محافظة المهرة، المحافظة الجميلة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا محمد؟
الحمد لله رب العالمين. وكيف أجواء رمضان؟ كيف معاكم الأجواء في المهرة؟ يعني حدثنا عن محافظة المهرة، المحافظة هذه الجميلة الرائعة. المهرة محافظة جميلة رائعة ساكنة. نعم. يلا اختار، تفاعل أم تفاعل؟ أيوة اسمحني. يا محمد تفاعل أم تفاعل؟ تفاعل. تفاعل، إذا ننتقل للسؤال. ننتقل للسؤال. نشوف محمد إن شاء الله يجاوب على الإجابة، يعني على السؤال، ويكون تكون الإجابة صحيحة. ما اسم صاحبة هذه الصورة؟ هل هي نجوى مكاوي أم فوزية محمد جعفر أم أمل كعدر؟ ركز على الصورة يا محمد. نجوى مكاوي. نثبت على نجوى مكاوي؟ إن شاء الله. إذا محمد من محافظة المهرة يثبت على نجوى مكاوي، ونتمنى إن شاء الله أن الإجابة تكون صحيحة ويدخل معانا السحب ويكون من الفائزين. إذا نعزم مشاهدينا الكرام، يعني تكلمنا عن الغش في المدارس وهو اللي يعتبر كارثة بكل معنى الكلمة. الطلاب الذين يعتمدون على الغش في نجاحهم، يعني هو سيعبر المرحلة الأولى والثانية، يعني يتعدى مراحل كثيرة في فترات دراسته ويصل إلى الجامعة، وهناك تكون الجريمة واللطمة بالنسبة لهذا الطالب. إذا لم تكن هناك وساطة سوف يصل إلى حد الجامعة، وعند اختبار القبول لن يستطيع أن يتجاوز هذا الاختبار بسبب أنه كان يغش في البداية، يعني بداياته في الإعدادية وفي الثانوية كان يغش. لكن إذا كان عنده وساطة ودخل الجامعة، وهنا تحدث الكارثة العظيمة عندما يتخرج هذا الطالب إلى طبيب. تخيلوا معايا إلى طبيب، يعني ويصبح يعني يعالج مرضى بالغش، نجح بالغش وأصبح طبيب. تخيلوا كم الحالات التي ستقع تحت يده، أو إذا كانت هناك عمليات جراحية، إنسان فاشل في حياته، إيش 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 حتكون النتيجة؟ تخيلوا. ومعانا اتصال أعزائي المشاهدين الكرام من محافظة إب، عياد، أياد راجح. حياك الله يا أياد. يا أياد السلام عليكم. منور السلام ورحمة الله. حياك حياك يا أياد، كيف محافظة إب؟ والله إب تمام، أمطار، جو رائع ما شاء الله، بالذات هذه الفترة أعتقد موسم الصيف. إب ينعم عليها الله بالأمطار بشكل يعني مختلف عن بقية محافظات الجمهورية، خاصة مدينة إب يعني تتميز بمناظر خلابة وأمطار تقريبا طول السنة، وهذه نعمة يعني نحسدكم عليها، ونتمنى إن شاء الله أن نكون في هذه المحافظة في القريب العاجل. طيب يا إياد، تفاعل أم تفاعل؟ تفاعل. تفاؤل؟ أيوة إن شاء الله تفاؤل. إذن ما شاء الله إياد بيدخل معانا في سؤال التفاؤل، وراح نقرأ عليك وننتظر إجابتك. يعد الغش من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع، والتي تتسبب بحرمان الآخرين من حق أو منفعة عن عمد بطرق وأساليب احتيالية. كيف نوعي أبناءنا بخطورة الغش وتأثيره على المجتمع؟ تفضل معك دقيقة. أولا نوعي أولادنا بأن الغش حرام، كما قال رسولنا الكريم من غشنا ليس منا. نعم كمل معك دقيقة. ثانيا الإنسان الذي يغش لم يغش إلا نفسه، ونتيجة الغش لن يودي إلا إلى الفشل سواء في البيع أو في المدارس. جميل. وماذا عن الغش التجاري؟ يعني الغش التجاري نوع من أنواع الفشل. نعم. طيب يا اياد، اياد يعني مش يكفي،
نعم اياد، يكفي الوقت انتهى، يكفي يا اياد، يكفي يا اياد انك اجبت وقويت قلبك مع سؤال التفاؤل، ولذلك يعني سوف تدخل على السحب مباشره وان شاء الله تكون من الفائزين. يعني كلام جميل انه الناس يستنكروا يعني هذا الفعل الغش. الغريب في الامر انه يعني عندما تتحدث حتى الى الغشاشين، يعني تتحدث مع يعني معهم حول موضوع الغش يستنكر هذا الموضوع وما يرضاش، يعني لا يرضى على نفسه ولا يرضى على أخوانه ولا أولاده، ولكن هو غشاش يعني. طيب يعني في الأخير أنت ترى النتيجة، يعني ألا يوجد خوف من الله سبحانه وتعالى عندما مثلا أنت كدكتور، يعني أنت كدكتور يعني وتخرجت بغش وأنت تعرف أنك غشاش يعني، وتروح تمسك مستشفى وبالشهادة اللي أنت أخذتها عن طريق الغش، يعني بالله عليك ألا يوجد خوف من الله سبحانه وتعالى عندما تموت نفس، عندما تموت نفس في يدك؟ يفترض أن يكون هناك رادع من الدولة لمثل هؤلاء الغشاشين. في حال وجد الرادع من الدولة ستنتهي هذه الظاهرة تماما، ولن يكون هناك غش في هذا الموضوع. نعود أعزائي المشاهدين الكرام ولكن بعد هذا الاتصال. ألو السلام عليكم يا مراد راجح من لحج. مراد راوح من لحج. أيوة. حياك الله يا مراد. هيا كيف محافظة لحج وكيف الأجواء عندكم؟ والله تمام الحمد لله. طيب تفاعل أم تفاعل؟ تفاعل. إذا ننتقل للسؤال ونشوف مراد إذا بيجاوب الإجابة الصحيحة. السؤال يا أخي، ما اسم صاحبة هذه الصورة؟ مركز على الصورة، معاك التلفزيون بتشوف الشاشة ولا لا؟ أيوة السؤال. طيب ما اسم صاحبة هذه الصورة؟ هل هي نجوى مكاوي أم فوزية محمد جعفر أم أمل كعدل؟ شوف ها سهلت لك العملية. نجوى مكاوي. نثبت على نجوى مكاوي؟ ايوه. اذا مراد من محافظة لحج يثبت على نجوى مكاوي وان شاء الله تكون هي الاجابة الصحيحة ويكون من الفائزين بمشيئة الله تعالى. اعزائي المشاهدين الكرام ما زلنا في موضوع الغش وموضوع سؤال التفاؤل. نتكلم على الغش التجاري. هنا يعني هؤلاء التجار يعني ألا يستحون من الله سبحانه وتعالى أو يستحون من أنفسهم أو يستحون من الناس عندما يعني يغش يعني الناس بهذا الشكل في البضاعة التي يبيعها، يعني والناس يتضرروا منها سواء أكل منتهي أو نقص في الوزن، أشياء يعني وملامح كثيرة للغش التجاري سنتحدث عنها ولكن بعد هذا الفاصل. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين الكرام من جديد ونجدد الترحيب بكم مشاهدي قناة عدن الفضائية سواء في الداخل أو الخارج. أعزائي المشاهدين الكرام نحب نذكر بأن الجائزة، جائزة البرنامج هي عبارة عن 50,000 ريال، 30,000 ريال المركز الأول و 20,000 ريال للمركز الثاني، وهي مقدمة من شركة العيسي التجارية وكذلك من قناة عدن الفضائية. أعزائنا المشاهدين الكرام للتذكير كيفية المشاركة في المسابقة، إرسال رسالة نصية واحدة فقط، لا ترسلش أكثر من رسالة نصية واحدة بكلمة تفاعل أو تفاعل على الرقم الظاهر أسفل الشاشة وإن شاء الله إحنا اللي راح نتصل فيكم. ومعانا اتصال أعزائي المشاهدين الكرام. ألو مرحبا. سامي قاسم من يافع، حياك الله يا سامي. مرحبا
اخي الغالي، انا شاركت امس ولا من حالف للحظ وشاركت السنه الماضيه. هو هذه الميزه في البرنامج انك اذا ما في امل كبير ان شاء الله، يعني ان شاء الله اليوم ندعي لك احنا انك تفوز. ميزه البرنامج اذا ما يعني فزت اليوم او ما حالفك الحظ اليوم، ان شاء الله يوم ثاني وثالث معك 30 يوم ان شاء الله، وان شاء الله تكون من الفائزين، لانه هذه الميزه عندنا انك يعني مسموح لك المشاركه اكثر من مره. طيب كيف الاجواء وشيء عندكم في المدينه؟ الاجواء في يافع ممطره جدا وامطار ورائعه للغايه حقيقه. ما شاء الله، اذا الله سبحانه وتعالى انعم على يافع هذه الايام بالامطار كما هي محافظه اب والعديد من المحافظات. طيب اختار، تفاعل ام تفاعل؟ لا خليني عزيزي الغالي اتفاعل هذه المره، وانا متاكد ان شاء الله لي حظ كبير هذا اليوم ان شاء الله يا رب. اذا ننتقل للسؤال وان شاء الله يكون معنا فائز جديد. ركز على الصوره واسمع السؤال، ما اسم صاحبه هذه الصوره؟ هل هي يا سامي نجوى مكاوي ام فوزيه محمد جعفر ام امل كعدو؟ طبعا امل كعدو فنانه يمنيه مستحيل تكون هي، لكن نجوى مكاوي اعتقد الجواب رقم واحد. مثبت على نجوى مكاوي؟ ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين الكرام نثبت على نجوى مكاوي ونتمنى لك الفوز ان شاء الله وتدخل معانا السحب وتكون من الفائزين. يعني المسألة مسألة حظ هي في الأخير، أنا ما لا أؤمن بالحظ ولكن أؤمن بالأقدار، هي مسألة تقدير من رب العالمين. إذا كان الفوز لك فسوف يكون لك، وإن كان لغيرك فسيكون لغيرك. إذا أعزائي المشاهدين الكرام، الغش التجاري الذي نبه منه أرحم الراحمين في القرآن الكريم وقال ويل للمطففين، والمطففين هنا لهم يعني يكيلوا بالميزان، أي يضع يعني يغالطوا بالميزان ويعني يبيعوا بضاعة ناقصة في الوزن، وهذا غش تجاري. الله سبحانه وتعالى وعد يعني هؤلاء التجار بويل، ويل وهو وادي في جهنم. يعني فين بتروح من رب العالمين؟ يعني إذا كان على مستوى الغش فما بالك على مستوى القتل وعلى مستوى الدمار وعلى مستوى السرقات الكبرى. هؤلاء يعني نفسي كذا يجلسوا مع نفسهم. أنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعني يتعمد أنه يجعل هؤلاء الأشخاص يعني يعيثون في الأرض فساد زيادة وزيادة من أجل أن يعذبهم عذاب شديد، لأنهم لا يستحقون حتى التوبة. إذا معانا اتصال أعزائي المشاهدين الكرام، علي ناجي من محافظة مارب. ألو السلام عليكم. يا علي كيف أجواءك؟ الأجواء عندكم في مارب؟ الله نحمد الله، كيف أنت؟ يبدو بأنك فوق السيارة يا علي، أسمع صوت الرياح. لا ما هي سيارة بس عندنا هواء. ها عندكم هواء ما شاء الله. طيب معك شاشة تلفزيون عشان نعطيك السؤال، تختار تفاعل أم تفاعل؟ السؤال يلا السؤال. ما اسم صاحبة هذه الصورة؟ هل هي نجوى مكاوي أم فوزية محمد جعفر أم أمل كعدو؟ يلا علي معك دقيقة. نجوى مكاوي. نثبت على نجوى مكاوي. إذا علي يثبت على نجوى مكاوي وكذلك نقول إن شاء الله يكون من الفائزين. إذا أعزائي المشاهدين الكرام، نذكر بكيفية المشاركة في البرنامج. لا تتصلوا علينا، اللي الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة لا تتصلوا عليها، لأنه طريقة المشاركة هي عبر إرسال رسالة نصية SMS واحدة فقط بكلمة تفاعل أو تفاعل. يعني لا تكثرش الرسائل، لأنه في الأخير إحنا بنختار رسالة واحدة منك وهي اللي إن شاء الله
تكون مدخلك معنا في المشاركة والسحب والفوز بمشيئة الله تعالى. ترسل هذه الرسالة وتنتظر الاتصال مننا وإن شاء الله تكون أحد الأشخاص المحظوظين اللي راح يختاركم الكمبيوتر وتتأهلوا إلى الفوز بالمسابقة بمشيئة الله. نهاية كل حلقة معنا فائز أعزائنا المشاهدين الكرام أو فائزين، المركز الأول ب30,000 ريال والمركز الثاني ب20,000 ريال. ومعنا اتصال أعزائنا المشاهدين الكرام، ماجد أحمد من الضالع. ألو، السلام عليكم يا ماجد. عليكم السلام. أهلا وسهلا، كيف الأحوال؟ الحمد لله بخير. كيف شهر رمضان معك؟ والله تمام، شهر رمضان إن شاء الله علينا بالأمن والأمان إن شاء الله يا رب. نعم هذا الصيف المتحدث. نعم، طيب اختار تفاعل أم تفاعل؟ تفاعل إن شاء الله. تفاعل؟ تفاعل تفاعل. ما شاء الله، اليوم يعني شيء غريب، معانا اثنين وهذا الثالث. اذا ندخل على السؤال ما دام انك اخترت التفاؤل. يعد الغش من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع والتي تتسبب بحرمان الاخرين من حق او منفعة عن عمد بطرق واساليب احتيالية. كيف نوعي ابنائنا بخطورة الغش وتأثيره على المجتمع؟ معك دقيقة، اتفضل. أولاً الغش عدة مجالات، وأكثر توعية أننا نلجأ إلى الدين الإسلامي الذي حذرنا من الغش. الله تعالى يقول ويلاً للمتقين، وهذه القاعدة الأساسية للدين الإسلامي. والغش عدة، والغش هو عدة مجالات، يعني الغش التجاري والغش في التعليم في المرحلة الدراسية والغش في مرحلة القضاء الذي الغش والرشوة في مرحلة القضاء والذي يروم فيه ناس كبير. إذا أخذنا مثلاً الغش في المدارس فهذا أخطر أنواع أخطر مجالات الغش. نعم. يعني في الغش في المدرسة قائم ينتج مجتمع فاشل، مجتمع يعني مجتمع سلبي. فالطالب عندنا يطلع من المرحلة الأساسية إلى الجامعة ويقرر كطبيب مثلاً، أو يقرر كمدرس وهو يعني طلب مع الغش، فهذا قد يؤدي إلى نتائج سيئة. إذا ما شاء الله على ماجد، يعني استرسل في الموضوع وأخذ راحته، وبما أنه يعني قوى قلبه وشارك معنا سوف ينتقل إلى السحب مباشرة وإن شاء الله يكون من الفائزين. جميل جدا أنه اليوم معنا أكثر مشاركة في سؤال التفاؤل، بدأوا الناس أعتقد يقووا قلوبهم، والموضوع حلو أنه يكون في نقاش يا جماعة. يعني بنطرح موضوع جميل أنه إحنا نسمع الأفكار الإيجابية ونسمع التفاؤل من الناس انه ما زال الدنيا فيها خير، يعني مهما كان معانا مشاكل ولكن هناك حلول. يكفي ان يتم التوعية، ان احنا نوعي الناس عن طريق برنامجنا، برنامج تفاؤل وتفاعل، عن يعني نطرح المشكلة والقضية اللي هي السلبية ونستقبل الحلول منكم اعزائنا المشاهدين الكرام اللي بيشاركوا في سؤال التفاؤل ويناقشونا ويسمعونا أفكارهم الخلاقة وأفكارهم الإيجابية اللي بصراحة يستفيد منها معظم المشاهدين. ومعانا اتصال أعزائي المشاهدين الكرام، جعفر وليد من محافظة. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا أستاذ جعفر؟ والله الحمد لله تمام. كيف أستاذي؟ والله نشارك من أولين من رمضان، نحاول الحظ يوصل في الأخير، ما فيش مشكلة. جميل إنكم تشاركوا، هو شوفوا لكل مجتهد نصيب، طالما وأنت تشارك أول يوم وثاني يوم وثالث يوم هيجي لك يوم بمشيئة الله تكون معي من الفائزين. جميل جميل. إذا جعفر تختار تفاعل أم تفاعل؟ تفاعل تفاعل. السؤال، إذا ننتقل للسؤال. تفاعل. أيوة. ننتقل للسؤال. ما اسم صاحبة هذه الصورة؟ أستاذة نجوى مكاوي أم فوزية محمد جعفر أم أمل كعدم؟ نجوى مكاوي. نثبت على نجوى مكاوي. أيوة نعم.
إذن جعفر وليد من محافظة إبي يثبت على نجوى مكة، ونتمنى إن شاء الله، نتمنى إحنا كلنا نتمنى إنه يكون من الفائزين، أو من طبعا هو إن شاء الله إذا هي الإجابة صحيحة حيدخل معانا السحب، إذا كانت خاطئة ما حيدخلش السحب من الأساس يعني، ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى إنه يكون من الأشخاص اللي جاوبوا صح. وأغلب الإجابات الآن مركزة على الأستاذة نجوى مكاوي، وإن شاء الله تكون هي الإجابة الصحيحة، وراح نعرف الإجابة إذا كانت صحيحة أم خاطئة في نهاية الحلقة. إذن أعزائي المشاهدين الكرام، تجنبوا الغش، يعني لأنه الغش هو ال- 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 الجريمة. وخلونا كمان أيضا نتكلم على شخصية اليوم اللي هي المناضلات، من المناضلات إنهم انضموا للتنظيمات والفصائل المناهضة، وعاشوا في تلك الفترة أيام عصيبة من أجل أن يعني يتجاوزوا المرحلة. وحسب وثائق أرشيف حرب التحرير، فإن أعدادا كبيرة من النساء التحقن في الكفاح ضد المستعمر البريطاني سرا من خلال موقعهن في جمعية المرأة العربية. وعند الإعلان عن قيام ثورة أكتوبر عام 1963 وإعلان الكفاح المسلح ضد المستعمر حتى نيل الاستقلال، نشأت التنظيمات السياسية والفصائل المسلحة للقيام بهذه المهمة وقيادة الكفاح المسلح والعمل الفدائي. فمثل ذلك نقطة تحول كبير في مسيرة نضال الشعب اليمني وتحرره. أعزائي المشاهدين الكرام، معانا اتصال. أسامة عبد القادر من محافظة تعز. رمضان كريم، كل عام وانت بخير يا استاذ. انت بصحه وسلامه يا اسامه، حياك الله وحيا ابناء محافظه تعز. كيف الاجواء عندكم في تعز؟ هلا والله على راسي والله. نعم انا من الريف والله. ها من الريف، كيف جو الريف في رمضان في محافظه تعز؟ والله الحمد لله حار شويه. ممتاز. طيب اختار، تفاعل ام تفاعل؟ ان شاء الله تفاعل. تفاعل. اذا ننتقل للسؤال ونشوف اذا الجواب صحيح. ركز على الصوره يا اسامه واسمع السؤال. ما اسم صاحبه هذه الصوره؟ هل هي الاستاذه نجوى مكاوي ام فوزيه محمد جعفر ام امل كعبه؟ نجوى مكاوي. مثبت على نجوى مكاوي؟ اذا نثبت على نجوى مكاوي، وإن شاء الله تكون هي الإجابة الصحيحة وتكون من ضمن الأشخاص اللي يدخلوا معانا السحب. أعزائي مشاهدي الكرام، رمضان يعني اليوم الرابع من رمضان، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الأيام العظيمة في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن الكريم. كثير هذه يعني فرصة تمر يعني كل سنة مرة واحدة، يجب أن نستغلها استغلال طيب، ويجب علينا أن يعني نشعر بالروحانية هذه الأيام. هناك لذة وروحانية مختلفة عن بقية أيام السنة في هذه 30 يوم. من يتبع يعني التعليمات الرمضانية ومن يتبع الأساليب الرمضانية في العبادة هو من سيتلذذ بهذه العبادات ويشعر بها، بعكس الذي يمر عليه رمضان مرور الكرام وكأنه ما حصلش أي حاجة وهو الخسران في الأخير. ومعانا اتصال أعزائي المشاهدين الكرام، مهيب أيوب من لحج. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مهيب حياك الله. الله حييك وحيا الله أبناء محافظة لحج. أيوه. يلا اختار، تفاعل ام تفاعل؟ تفاعل. تفاعل. تفاعل السؤال. اذا ننتقل للسؤال. أيوه. ركز على الصورة. ما اسم صاحبة هذه الصورة؟ أيوه. هل هي الأستاذة نجوى مكاوي ام فوزية محمد جعفر ام امل كعدو؟ ان شاء الله الاختيار الاول، نجوى مكاوي. نجوى مكاوي، نثبت عليها. إذا نثبت على نجوى مكاوي، إجابة مهيب، وإن شاء الله
يعني يكون من الفائزين. ونذكركم أعزائي المشاهدين الكرام بجائزة هذا البرنامج تفاعل وتفاعل، هي عبارة عن 50,000 ريال، 30,000 ريال للمركز الأول، و20,000 ريال للمركز الثاني. إن شاء الله أعزائي المشاهدين الكرام في المواسم القادمة لبرنامج تفاعل وتفاعل تكون الجوائز أكبر وأقوى بمشيئة الله، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا البرنامج وتكونوا كمان من الفائزين إن شاء الله. أعزائي المشاهدين الكرام، البرنامج يعني للمشاركة في البرنامج ما كل ما عليكم هو إرسال رسالة واحدة فقط SMS على الأرقام الموضحة أسفل الشاشة، تكتب فيها تفاعل أو تفاعل، وإن شاء الله إحنا اللي راح نتصل عليكم وتكونوا من المشاركين معنا والفائزين. ننتظر يعني أعزائي المشاهدين الكرام، ننتظر الاتصالات حتى نشوف من المتصل القادم واللي راح يكون معنا من الفائزين بمشيئة الله تعالى. إذا أعزائي المشاهدين الكرام وصل الاتصال ومعانا اتصال خالد وليد من محافظة إب. ألو، السلام عليكم يا خالد. ألو. والله عليكم السلام حياك يا خالد. تفاعل أم تفاعل؟ أيوه نعم. تفاعل أم تفاعل؟ اختار. تفاعل. تفاعل. إذا السؤال، ننتقل للسؤال ونشوف خالد إذا بيجاوب الإجابة الصحيحة. تفاعل السؤال. ما اسم صاحبة هذه الصورة؟ هل هي الأستاذة نجوى مكاوي أم فوزية محمد جعفر أم أمل كعدو؟ نجوى مكاوي. نثبت على نجوى مكاوي. إذن خالد إن شاء الله يثبت على نجوى مكاوي، كان آخر يعني جواب له هو نجوى مكاوي، إذن يثبت على نجوى مكاوي وينتقل إن شاء الله معانا في حال كانت الإجابة صحيحة إلى السحب، وراح نعرف الإجابة الصحيحة أو خاطئة مع آخر متصل. وكالعادة إحنا كنا نستغرب يعني خلال الثلاث الحلقات الماضية إنه آخر متصل يفوز معانا، فمن هو يعني؟ هل هذه الحلقة سيكون آخر متصل يفوز معانا؟ فستكون يعني حاجة جديدة تمام وغريبة جدا، إنه كيف في أربع حلقات آخر متصل يفوز؟ هل هم محظوظين؟ وخلونا نتكلم أعزائي المشاهدين الكرام على الغش في المصانع. يعني تخيلوا مصانع كبيرة تكون تصنع أشياء كثيرة للناس، وفجأة تغير عليها الوضع، تغير عليها الوضع وقامت من تقليل جودة المنتج بشكل ما ينتبه لهش المواطن، ولكن أصبح هناك الغش موجود. ومع الأيام سبحان الله ربنا يفضحهم، بعد تقليل الجودة يبان في المنتج أنه قلت الجودة عن السابق، وبعض الأحيان يقللوا الكمية، هم يقصدوا أنه يواكبوا الوضع أو أنه ما يخارجهمش، ولكن في الأول والأخير هذا اسمه غش بالنسبة يعني للمواطنين. ومعانا اتصال أعزائي المشاهدين الكرام، جميل علي من محافظة تعز. ألو، السلام عليكم يا جميل. وعليكم السلام ورحمة الله. يلا اختار تفاعل أم تفاعل، ما عنداش وقت البرنامج قرب يخلص عشان نحاول نتصل بأكبر تفاعل. عدد ممكن تفاعل. تفاعل. يلا ندخل على التفاعل، واليوم ناويين ندخل معانا أكبر عدد ممكن. ركز على الصورة، ركز على الصورة يا جميل. ما اسم صاحبة هذه الصورة؟ هل هي الأستاذة نجوى مكاوي أم فوزية محمد جعفر أم أمل كعدو؟ نجوى مكاوي. نثبت على الإجابة نجوى مكاوي. نثبت على إجابة النجوى مكاوي، ونقول كمان إن شاء الله أنك تكون من الفائزين. الغش وما أدراك ما الغش أعزائي المشاهدين الكرام، هناك أنواع كثيرة في الغش، ما حنذكرش فيه غش كمان في الأشكال. يعني هناك
هناك يعني غش كثير متنوع بس ما حنذكرش عشان لا ندخلش في المحظور. نتكلم على المناضلة اللي هي تبعها اليوم، نكمل الكلام. الأمر الذي دفع بالعديد من النساء اليمنيات المناضلات إلى إعلان انضمامهن إلى التنظيمات والفصائل المناهضة للمستعمر، حيث انضمت بعض المناضلات اللواتي كن في التنظيم النسائي السري إلى جمعية المرأة العربية ليمارسن نشاطهن العلني. ضمن هذه الجمعية التي كان مصرحا لها بالعمل العلني، وكان من أوائل تلك المناضلات، تنتمي هذه المناضلة الجسورة إلى إحدى الأسر اليمنية العريقة من مدينة عدن، وتميزت بالجسارة والشجاعة، وانتمت إلى القطاع النسائي لتنظيم الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل وقتئذ، وكان لها دور ريادي في المظاهرات العارمة بمدينة عدن والتي كانت تطالب بجلاء الاستعمار وتحقيق الاستقلال، وفتحت منزلها المتواضع في كريتر كمأوى للفدائيين وأعضاء التنظيم، واستطاعت إقناع أهلها بمناصرة الثورة وتقديم كل أشكال الدعم للفدائيين، ابتداء من الدعم المادي ومرورا بتسهيل خزن وتخبئة السلاح، وانتهاء بالتعامل مع المناضلين كما تتعامل الأمهات مع أبنائهن، ولم تبخل في يوم من الأيام بتقديم كل ما تملك لدعم الثورة، حتى أنها باعت ما يزيد عن 10 منازل كان يمتلكها والدها عبد القادر الذي كانت هي ابنته الوحيدة. إذن معانا اتصال أعزائي المشاهدين الكرام، معانا اتصال عبد الله أحمد من محافظة إب. محافظة إب يعني الاتصالات يعني ما شاء الله محظوظة محافظة إب. يا عبد الله أحمد. نعم حياك الله عمر الحطاني، نورتك شاكرا. الله يخليك يا عبد الله، كيف حالك؟ الحمد لله نحمد الله على كل حال. الحمد لله. يلا تفاعل ام تفاعل، يلا عشان نسمح الوقت ضيق، نشتي اكبر عدد من المتصلين. يلا عبد الله اختار. اتفاعل. تتفاعل؟ يلا التفاعل. نعطيك سؤال التفاعل. نعم التفاعل. يعد الغش من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع والتي تتسبب بحرمان الآخرين من حق أو منفعة عن عمد بطرق وأساليب احتيالية، كيف نوعي أبناءنا بخطورة الغش وتأثيره على المجتمع؟ معاك دقيقة. نعم جميل. ايش الحلول؟ طيب ايش الحلول يا عبد الله؟ خطورة الغاز في 7 كيلو والباقي كله هواء فيه. نعم ايش الحلول يا عبد الله؟ ايش نقدم لهم؟ ايش الحلول؟ الحلول نعمل باننا نواجههم يعني تلقائيا او عبر التواصل الاجتماعي. يا سلام. لانهم الغسلان ليس لنا. يا سلام جميل جميل. عبد الله احمد اليوم ما شاء الله التفاؤل شغال كويس، وعبد الله احمد يدخل معنا السحب لانه اجاب بايجابيه وتفاؤل، وان شاء الله يكون من الفائزين. إذا أعزائي المشاهدين الكرام، الغش هو أنواع، ونتحدث كمان عن الغش في المشتقات النفطية الذين يخلطون البنزين بمواد أخرى ويتضرر منها المواطن. يعني تخيلوا يعني قدك تبيع سوق سودا وسعر عالي جدا، ثلاث مرات دبل، وفي الأخير تغش كمان في المشتقات النفطية وتسبب الضرر لمركبة المواطن. يعني سيارة المواطن في الأخير الماكينة تحرق بسبب غشك هذا الذي أنت انتهشته في سبيل فتات من النقود، يعني غرتك الدنيا من أجل هذه الفلوس. ولكن سبحان الله، والله يا جماعة الخير كثير من القصص تصل بأن من كانوا يعملون بالمشتقات النفطية وكانوا يغشون الناس، الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بأمراض سواء فيهم أو في أبنائهم. يعني كثير كان يشتكي. أول أنا تحدثت مع أحد التجار الذين يغشون في، وأخبرني والله ثم والله بأنه من يوم ما بدأ في هذا الموضوع الغشة في المشتقات النفطية وكان يبيع برفع يعني بأسعار مرتفعة، إنه الله سبحانه وتعالى نزع البركة من حياته، وكان دائما في مشاكل ومصائب. يوم يعني ابنه يمرض، ويوم سيارته
انصدمت ويخسر ودائما مشاكل في مع الناس خلاص طول الوقت. فتحدث معي في ذلك الوقت بندم وكان ندمان يعني انه سيترك هذه المهنة. ونتمنى ان الله سبحانه وتعالى انه ينتقم من مثل هؤلاء الذين يغشون الناس سواء في المشتقات النفطية او في المواد الغذائية او حتى الذين يرفعون الاسعار بغير مبرر. هذا يعتبر غش من انواع يعني كيف تغش الناس. انت اشتريت بضاعة باسعار رخيصة وتبيعها باسعار غالية في نفس الوقت. يعني نحاول بقدر المستطاع انه احنا نوعي الناس من هذه الظاهرة المنتشرة والتي تسببت يعني بمشاكل كثيرة وسببت الضرر للعديد من المواطنين. إذا أعزائي المشاهدين الكرام نذكر بجائزة هذا البرنامج هي عبارة عن 50,000 ريال، 30,000 ريال للمركز الأول و 20,000 ريال للمركز الثاني، وهي مقدمة من شركة العيسي التجارية وكذلك من قناة عدن الفضائية. إذا أعزائي المشاهدين الكرام ننتظر الاتصالات، تقريبا نحن في الوقت الأخير وأعتقد هي الاتصالات الأخيرة أو آخر اتصال كما توقعت. منذر إسماعيل من لحج، ألو السلام عليكم يا منذر. عليكم السلام. ما شاء الله شكله عمرك صغير يا منذر، أنت آخر متصل وإن شاء الله تكون فائز. يلا يا منذر تفاعل أم تفاعل؟ تفاعل. تفاعل يا منذر، يلا نشوف الجواب صح ولا لا. تفاعل. شوف الصورة يا منذر وقل لي ما اسم صاحبة هذه الصورة؟ هل هي الأستاذة نجوى مكاوي ولا فوزية محمد جعفر ولا أمل كعدل؟ ركز يا منذر. نجوى. شوف يا إذا حد جنبك يساعدك. نجوى مكاوي. تمام نثبت. متأكد. إذن أعزائنا المشاهدين الكرام نجوى عبد القادر مكاوي هي الإجابة الصحيحة وهي صاحبة هذه الصورة التي ظهرت في الأسئلة، وهي كانت من المناضلات العظيمات التي له يعني يكون لهن الفضل في تحرير عدن من الغزو البريطاني في 14 أكتوبر. إذا أعزائي المشاهدين الكرام ننتقل إلى القرعة ونشوف مين اللي راح يفوزوا معانا إن شاء الله. نشوف ندخل الصندوق ونشوف نشوف 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 مين اللي راح يفوز اليوم. يلا مستعدين ابدأ إن شاء الله اليوم يكون في فائزين محتاجين. انزل ولا عادوا؟ انزل ولا عادوا؟ ستوب. رقم 9، رقم 9، يا ترى من سيكون سعيد الحظ؟ الفائز هو علي ناجي من محافظة مارب. ألف ألف مبروك يا علي ناجي، 30,000 ريال مقدمة من شركة العيسي وقناة عدن الفضائية. ألف ألف مبروك، مبارك لعلي ناجي من محافظة مارب هذا الفوز. ونشوف مين الفائز الثاني في المركز الثاني ونختم بعدها الحلقة إن شاء الله. يلا نقول ابدأ. الله يشوف إذا طلع على خير. أنا مريض مش أنا السبب والله. ستوب. حاسس إنه الأخير. نشوف 14. إذا مش الأخير، قبل الأخير، خالد وليد من محافظة إب. ألف ألف مبروك يا خالد، 20,000 ريال. ألف ألف مبروك، 20,000 ريال يا خالد.
إذا أعزائي المشاهدين الكرام، ألف مبروك الفائزين معانا اليوم. طبعا الفائزين سيتم الاتصال بهم بعد نهاية البرنامج إن شاء الله، وسوف يتم أخذ البيانات، رقم البطاقة والاسم كامل، وإلى أين سيكون مكان إرسال الجائزة، وإن شاء الله خلال اليومين القادمين تصلهم الجائزة بمشيئة الله تعالى. ألف مبروك للفائزين، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب بكرة يكون معانا اثنين محظوظين كمان، وبعده وبعده إلى آخر يوم. أعزائي المشاهدين الكرام، اليوم تكلمنا عن ظاهرة الغش، والحمد لله اليوم سؤال التفاؤل كان فيه مشاركات كويسة، ونتمنى شوفوا كيف الموضوع سهل، ما هو صعب يعني، كثير يتخوف من سؤال التفاؤل مع أنه سهل، وإحنا ننقلك على طول دايركت إلى النهاية. وكذلك تكلمنا على المناضلة نجوى عبد القادر مكاوي، وإن شاء الله إن شاء الله أعزائي المشاهدين الكرام اللي حاب يشارك يرسل رسالة واحدة فقط SMS على رقم البرنامج الظاهر أسفل الشاشة بكلمة تفاؤل أم تفاعل، وإحنا إن شاء الله راح نتصل بكم، وإلى اللقاء.